معكم اللاعب سيد جعفر العلي، لاعب منتخب الكويت للدراجات الهوائية. سباق الدراجات الهوائية يعتبر من أصعب السباقات بالعالم، لأنه عبارة عن مسافات كبيرة جدا وعلى وقت زمني طويل. بالبداية أنا كنت لاعب ترايثون اللي هو الثلاثي سباحة ودراجة وجري. وخلال مشاركتي في دورة الألعاب الآسيوية في 2014 كان موجود منتخب الكويت دراجات الهوائية، وتم اكتشاف موهبتي في هذا السباق. طبعا لله الحمد قدرت أحصل على بطل العرب في سباق ضد الساعة لمسافة 44 كيلو ونص. بطل العرب طبعا يعتبر إنجاز بالنسبة لي، أفضل إنجاز سويته في حياتي، لأني قاعد أنافس أبطال على مستوى آسيا وعلى مستوى أفريقيا، ولله الحمد قدرت أحقق رقم ما تم تحقيقه من قبل في البطولات العربية. لعبة الدراجات الهوائية بالفترة الأخيرة بدأت تنتشر بالكويت بشكل كبير، لأن هذه اللعبة إضافة إلى أنها لعبة ترفه عن النفس، فيها حرق السعرات الحرارية بشكل كبير أكثر من أي لعبة ثانية. الشباب الكويتيين وخواتنا البنات بعد في إقبال كبير على هذه اللعبة، خاصة بعد ما تم افتتاح جسر الشيخ جابر، زاد الإقبال على هذه اللعبة بشكل كبير. لله الحمد تم افتتاح النادي الكويتي للدراجات الهوائية في 2019 شهر 6، تم إشهار النادي. ولله الحمد في هذه الفترة البسيطة خلال العمل بين الطاقم الإداري والطاقم الفني قدرنا نوصل لإنجاز البطولة العربية، وهذا الإنجاز بالنسبة للعبة الدراجات الهوائية وبالنسبة لمنتخب نفس منتخب الكويت إنجاز شبه مستحيل، لأن الدول اللي ننافسها تشتغل قبل 30 و40 سنة، لكن لله الحمد دولة الكويت ولادت مواهب وعندها مواهب كثيرة هي اللي خلت لله الحمد نقدر ننافس ونقدر نوصل هذا المستوى الطيب. طبعا هذه اللعبة من خلال دعم الناس اللي كانت واقفة بظهري نفس ما يقولون، لولاهم لما قدرنا نوصل. أنا عن نفسي ما قدرت أوصل الإنجاز، من زوجتي، من والدتي، من أهلي، من مسؤوليني بالدوام، من ربعي اللي ساعدوني في التمرين، من الإدارة، إدارة النادي المتخصص مشكورة في تسخير طلبات اللاعبين للوصول لهذا الإنجاز الطيب. طبعا بالنهاية أحب أشكر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على الدعم الخاص لنا كرياضيين ووقفته بجانبنا، لأن لولا لما تسخرت هذه الجهود الطيبة لخدمة اللاعبين المميزين. أحب أشكر مشروع موطني اللي هو لدعم إنجازات الشباب، لأن سخر الجانب الإعلامي لإبراز هذه المواهب اللي دائما بعض الجوانب الإعلامية تقيب عن إشهار هذه المواهب. شكر خاص لهم والله يوفقهم إن شاء الله، ونحاول إن شاء الله نسعد الكويت ونسعد الشباب بشكل عام في إنجازات أكثر وأكثر إن شاء الله.